مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكم وبجدد لقائي معاكم حلقه جديده وصحتك اهم. مشاهدينا في كل مكان زي ما احنا معودينكم دايما من خلال برامجنا المتعدده ان احنا بنقدم لكم كل المواضيع الخاصه بصحه كل اسره سواء كانت مصريه او عربيه. النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم قطاع كبير جدا سواء كان صغير او كبير رجل او امراه وهو جهاز المناعه. طبعا هو نظام معقد بيتميز بشيء غريب جدا ان هو بيسيطر على جسم الانسان وبيشوف ايه اللي داخل جسم الانسان وبيفلتره وبيكون عايز يهاجم اي عدو يدخل جسم الانسان بيأثر عليه شكلا او مضمونا. هنتكلم النهارده عن جهاز المناعه، هنتكلم عن تقويه جهاز المناعه، ايه هي انواع واشكال جهاز المناعه والتاثيرات الخاصه بيها، هنتكلم كمان الى انتقل لكيفيه الوقايه وطرق العلاج. لكن في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيفي اللي مشرفنا النهارده كالعاده، دكتور سلطان الشريف، استاذ جامعي بجامعه طيبه المدينه المنوره ومتخصص في علم العدوى والمناعه، مستشار بهيئه تطوير منطقه المدينه المنوره وخريج كليه الطب وعلوم الحياه من بريطانيا. دكتور سلطان اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بما ان حضرتك متخصص في علوم العدوى والمناعه وكمان حضرتك صاحب ومؤلف كتاب بتقويه جهاز المناعه، عشان كده احنا برضه حابين ان احنا نتواصل مع حضرتك وتكون ضيف حلقتنا النهارده. شكرا. بما ان جهاز المناعه دوره كبير جدا جدا في صحه الانسان، فاحنا حبينا النهارده نلقي الضوء مع مشاهدينا كده على بعض النقاط الخاصه بيه، وعايزين نعرف الناس بجهاز المناعه. وقبل كل ده عايزين برضو نعرف من حضرتك تخصص حضرتك عباره عن ايه، ويعني وحضرتك من الفتره اللي حضرتك اتخرجت فيها من الجامعه ايه الحاجات والاعمال اللي حضرتك قمت بيها. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اولا اشكركم على هذه الاستضافه الطيبه. الجهاز المناعي قبل ما أبدأ فيه، لأنه هو جهاز جميل سخر الله عز وجل ومعقد، درست جميع المراحل الدراسية في المدينة المنورة ومن أبناء المدينة المنورة شرفها الله عز وجل بالرسول اللهم صل وسلم عليه. تخرجت من جامعة طيبة من قسم الأحياء لهم الفضل علي بعد الله عز وجل. بعد كذا عينت كمعيد وأكملت دراستي العليا في بريطانيا في كلية الطب والعلوم علوم الحياة في تخصص علم العدوى والمناعة، بحكم أنه واحد من التخصصات النادرة والمميزة على مستوى العالم. الجهاز المناعي ربما لا يكفينا الحديث عنه في حلقة أو اثنين ولا حتى عشرة، لكن هو في كلمتين يعني إذا أحببنا أن نوجز نقول أنه الجهاز المناعي بمثابة الجيش العسكري اللي يحمي دولة. فإذا تصورنا جدلا أن هذا الجسد اللي الله عز وجل أكرمنا فيه هو الدولة أو هو المملكة، هذا الجهاز الدفاعي كما يسمى الإميون سيستم هو مكفئ يعني كلف من الله عز وجل وسخرت له الأمور حتى يدافع عن أمرين أساسية في أجسامنا. الأول محاربة ومكافحة كل جسم غريب يدخل خاصة الميكروبات. رقم اثنين طبعا الميكروبات تسبب العدوى الميكروبية، وراح نستعرض على عجالة بعض الأرقام العالمية في هذا المجال. رقم اثنين من الأمور اللي مكلف بها الجهاز المناعي أنه يحارب الخلايا السرطانية، فما أن خلية تشذ أو تخرج عن نظامها الطبيعي المناسب لها وتنقسم بشكل عشوائي إلا أن يفترض أنه يحاربها الجهاز المناعي ويقضي عليه، وهذا يحصل في كثير من الناس. فالجهاز المناعي هو اللي الله سخره لهذا، لذلك كل ما وجد عناية واهتمام منا كل ما كان أكثر قوة في صرامته وفي مكافحته وإلى آخره، والعكس صحيح. وسبحان الله شأنه كشأن أي أمر آخر، الشعر على سبيل المثال أو الجلد البشرة كل ما اهتمينا فيها ووجدت نوع من العناية كل ما كانت أكثر جمالا وأكثر نضارة. فالجهاز المناعي في هذا التصور السريع يحمينا بعد الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل من هذه الأمرين، العدوى الميكروبية وأمراض السرطان. نأخذها على عجالة في حكاية الأرقام والإحصائيات العالمية. العدوى الميكروبية كانت قبل 15 سنة المصابين فيها على مستوى العالم يصل تقريبا إلى 17 مليون، الآن الرقم ارتفع بشكل كبير. أنا أتكلم عالمي، الآن هذه منظمات عالمية وهيئات دولية كمنظمة الصحة العالمية وغيرها. الإصابة بالسرطان كانت قبل 15 سنة 4 مليون فاصلة 8 وفاة بسبب السرطان على مستوى العالم، ارتفع العدد لتقريبا الضعف 7.4 في 2016 تقريبا 15، الآن وصل ل 10 مليون إصابة، يعني حتى تجاوز التوقع اللي كان يتوقع أنه هو النمو الإصابات السرطان. فإذا كان السرطان اليوم يتسبب في وفاة 10 مليون
وفاة سنويا. أمراض العدوى الميكروبية، نأخذ أمثلة بسيطة، التهاب الرئوي فقط تجاوز عدد المصابين بالتهاب الرئوي أكثر من 1,000,000 وفاة فقط أو 1,000,000 إصابة فقط في الأطفال اللي أعمارهم تحت 5 سنين، ما أخذنا كل الفئات العمرية الأخرى، فقط في الفئة العمرية ما دون 5 سنوات 1,000,000 طفل سنويا يصاب بالتهاب. على مستوى العالم أتكلم أنا. إذا أخذنا دول لحالها، نأخذ مثلا أمريكا الحالة بحكم أنها تعتبر أكثر الدول من ناحية الصحية اهتماما مثلا، أو من الدول المتطورة في هذا المجال developing countries، فقط نأخذ واحد سبيل مثال مرض ميكروبي اللي يصيب الأذن الوسطى، التهاب الأذن الوسطى هذا ميكروبي يتسبب في إصابة 7,000,000 حالة سنويا في أمريكا. متخيل 7,000,000 يجي للمستوصف الصحي التابع للحي ويكون عنده بعد التشخيص التهاب في الأذن الوسطى، وبعدين يرجع بعد فترة بعد أسبوع بعد ما يأخذ مضاد حيوي والكورس إذا التزم فيه كان يكلف الدولة وهدك، ويعني مزعج جدا ومتعب واقتصاديا من كل النواحي، غير نفسيا غير اجتماعيا في البيت غير في الشغل كمان بيأثر. هذه دولة واحدة، هذه دولة واحدة، واحنا تكلمنا عن USA، ما بالك الأرقام كيف راح تكون في الدول غير المتقدمة والدول النامية والدول الفقيرة أو اللي عندهم يعني poor في الأكسس للأماكن والمستشفيات الصحية. لذلك الأرقام مخيفة. نختم بواحد رقم، 50,000,000 حالة وفاة في عام 1918 حصلت في أسبانيا، 50,000,000 سجلت بأنها أكبر وأضخم وأسرع كارثة وفاة في تاريخ البشرية. هذا الرقم تجاوز يعني اللي سقطوا في الحرب العالمية الأولى 3 أضعاف. فالأمر إذا استهين به خطير، لازم يكون في وقفة واضحة لتعزيز وضبط قوة الجهاز المناعي. من هنا جاءت فكرة ليش أدرس ممكن جهاز مناعي أو ليش ممكن نهتم في الجهاز المناعي أكثر. الله عز وجل سخره بس نبغى نهتم بيه ونعرفه أكثر. الله ينور عليك دكتور سلطان. كمان بدون مقاطع كلامك، محتاجين ان احنا نعرف مشاهدينا أكثر عن جهاز المناعة. يعني ناس كتير وأشخاص بيبقوا فاكرين ان المناعة دي الطفل بيتولد بيها أو الشخص بيتولد بيها، وناس كتير فاكرة ان هي مكتسبة. لو مثلا الشخص اتعامل مع جسمه بشكل غريب أو تناول أكلات معينة خارجية سواء كان فاست فود أو جنك فود، الحاجات دي كلها بتأثر على جهاز المناعة وحدوث أمراض دي. فاحنا عايزين كده حضرتك تفرق لنا بين انواع جهاز المناعه واشكالها المختلفه. جهاز المناعه اذا احببنا ان نعرفه من ناحيه علميه اكثر، نقول هو قسمين رئيسيه، المناعه الطبيعيه وهذه كلنا يولد بها، مثالها في كيميائي وفي فيزيائي وفي مخلوط. فيزيائي مثل الجلد هو حاجز يمنع الميكروبات للدخول لهذا القصر او هذه الدوله او هذه المملكه، وفي عندنا الشعر الموجود مثلا في الانف، هذه حواجز فيزيائية. في عندي حواجز كيميائية، هذا أتكلم عن المناعة الطبيعية اللي جميع البشر يولدوا بها. في حواجز كيميائية مثل الحموضة اللي في المعدة، حامضة جدا جدا بسبب الـ HCL، وهذا الحامض يجعل كل ميكروب تقريبا إلا اللي تكون مقاومة للحموضة تجد نفسها في هذا الوسط البيئي المتطرف، دائما تكون لا تستطيع النجاة فيه، فهذا حاجز كيميائي. في حاجز كيميائي الدموع، في اللعاب، في الفم، فكل مخارجنا في حواجز. الإذن في شمع بيصد، نعم، حراس على البيبان، احنا اتفقنا انه هو جيش واقف على هذا القصر. فهذا القصر له أبواب، من ضمنها الفم، العين، هذه فتحات تدخل على الجسم، هذه الفتحات عليها حراس ذو بأس كلهم، سبحان الله، الله عز وجل سخرهم، وكل ما اعتنينا فيهم وكل ما أكلناهم كويس، كل ما وفرنا لهم البيئة اللي هم يحبوها، كل ما أدوا عملهم functionally بشكل أفضل وظيفيا. فالمناعة قسمين رئيسية، المناعة الطبيعية وهذا اللي قلنا أمثلة لها. الإذن عندي مخلوط فيزيائي وكيميائي، في شعر في الإذن، صفاية، وكمان في شمع ستيك، اي حاجه تخش تلصق، فهذا غرض زي المكان اللي مصيده عشان ما تخلي احد يدخل. فسبحان الله كل مكان فيه شيء. المناعه المكتسبه لا، هذه يكتسبها الفرد اثناء حياته بالاصابات، زي مثلا على سبيل المثال الحصر، احنا نسميه مرض العنقز، التشيكن بوكس او الجدري المائي يسموه باللغه العربيه، نصاب فيه واحنا صغار قبل ما يكون في تطعيمات،
واحنا كبار خلاص ما نصاب فيه مره اخرى. هذا واحد من الامراض الميكروبيه اللي الجهاز المناعي اذا اصيب بها يكتسب مناعه ضده، فما ان يصاب بها مره اخرى الا ان يتذكر في خلايا مخصصه الله عز وجل سخرها اسمها الميموري سيلز، تتذكر هذا بمواصفاته وبشكله الفراغي وكل شيء، فيقوم يفرز له اجسام متخصصه في التخلص منه اسمها الانتيبوديز. والشبكه معقده لكن بحاول يعني الخصها بشكل عام حتى ما نخسر احد من الساده المشاهدين والمشاهدات. دكتور سلطان برضه اسمح لي نتكلم في نقطه، ايه النقاط اللي بتعوق مثلا عمل جهاز المناعه وبتخليه غير او غير شغال مثلا على النحو السليم او على النحو الصحي، بتفرق بينه وبين اشخاص ثانيين؟ يعني في ناس جهاز المناعه عندهم لما بيحصل اي مرض او اي مشكله بيستجابوا للمرض، بيستجيبوا ليه وممكن جسمهم يتاثر بشكل كبير جدا، وفي ناس تقدر ان هي تواجه ده، فعايزين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن من شأنها بتخلي تضعف جهاز المناعه عند الناس وبتاثر عليهم سلبيا. تمام، سؤال جيد، الله ينور عليك يا رب، ان شاء الله من يسمع. الجهاز المناعي اتفقنا انه كل ما اهتمينا فيه كل ما كان قوي وذو بأس، والعكس صحيح. فانت سألت سؤال مهم، تقولي ليش في ناس تتأثر بسرعة اذا اصيبت وناس لا. واحد من المعايير اللي يحددها علماء المناعة في قياس قوة مناعة الشخص هو ان نسأله سؤال، نقول له انت كم مرة تصاب بنزلة برد في السنة؟ إذا والله تجاوزت 5 مرات نزلات برد وقتها لازم يكون أو يجب عليه لزاما أن يهتم بجهازه المناعي بأمور كثيرة، هنقول من أمثلتها. طبعا هذه كانت فكرة الكتاب، الله أكرمني عز وجل وسخر علي أن صدر لي كتاب المتواضع هذا اسمه كيفية تقوية الجهاز المناعي. هذا الكتاب هو كان فكرته انه كيف نقدر نوفر للقارئ العادي انا وغيري واهل بيتي والناس الخطوات او الاسرار الهامه اللي ممكن باستخدامها نقوي الجهاز المناعي. مو اي شيء، في اشياء معينه الله عز وجل سخرها، وربط هذا كله اللي في الكتاب بالطب القراني والطب النبوي، فكان حتى يعني في استشهادات كثيره. راح نستعرض بعضها على سبيل المثال الحصر. لكن نعود لمسألة إيش مدمرات الجهاز المناعي. إحنا إذا عرفنا أنه هذه المناعة لها قوى معينة، والمناعة هذه تتقوى إذا وفرنا لها ظروفها المناسبة. الأشخاص ما بين بعض يختلفوا في استجابتهم للمرض لأنه قوتهم المناعية مختلفة. جهاز المناعي قوته ما هو مثل قوة جهازك المناعي، ممكن جهازك المناعي أقوى. قوة الإبصار عندك ممكن تكون مختلفة عن قوة الإبصار، قوة الجري، التحمل، كثير من القدرات حتكون تختلف بيننا. والجهاز المناعي هو واحد من هذه الأجهزة اللي يتأثر بين الناس، كل ما كان قوي كل ما كان أفضل. كيف نقويه وكيف نبعد عن الأشياء المدمرة له؟ هنا يجي صلب الإجابة على سؤالك الجميل. نقويه بعدة أمور، أو خلينا نقول كلمة مو تقوية، نقول كلمة ضبط أو دعم أو تعزيز انضباط. لان لو برضو عايزين نتوقف عند النقطه دي ونقول قبل ما نتكلم على رفع كفاءه الجهاز المناعي او تعزيز دور الجهاز المناعي عند الاشخاص، عايزين برضو نتكلم على مربط الفرس. يعني كتير جدا من الناس بتقول احنا عايزين نقوي جهاز المناعه، الكلمه دي طبعا في علميا اكيد مش مظبوطه، لان لو جهاز المناعه كان قوي هيأثر بشكل او باخر على الشخص، بنلاقي ناس عندهم زياده في الجهاز المناعي و يعني زي ما بنقول مش ضعيف، لا في زياده او في مش يعني مش قوه او في بتحصل مشكله بقى من شانها بتاثر على الشخص بالعديد من الامراض، ودي بتكون اكتر بكتير. يا دكتور برضو اسمح لي حضرتك تذكرها لنا. هذا نقطه مهمه جدا، الله ينور عليك مره اخرى. اذا الجهاز المناعي استجاب بشكل قوي يضر صاحبه. بمعنى ايه؟ اقرب مثال الربو. الربو الازمه، رده فعل جهاز مناعي في مكان لو ما صارت من الجهاز كان ما صار مشكله، لكن احد مثلا يشم رائحه معينه، ريحه مثلا دهان البويه لشقه جديده مثلا او مكان جديد او رائحه عطر معين او اي رائحه محدده، فيثير الجهاز المناعي مثلا باستمرار العطس على سبيل المثال. هذه رده فعل جهاز مناعي زياده او في غير مكانها. الأمر ما كان يحتاج من الجهاز المناعي أنك ترد على هذا المؤثر اللي كان جسم غريب.
العطر أو غيره هذا جسيمات غريبة دخلت ذراته وسبب أو غبار مثلا أو شيء. الربو استجابة في الجهاز المناعي شديدة جدا تجاه الأمر، لو ما رد هذا الرد الشديد كان ما تسبب للناس بالأزمة والربو، واضطرينا نشيل الشخص نوديه ممكن في حالات مستشفى حتى يرتاح والشعب الهوية ترجع تأخذ وضعها الطبيعي. إزاي يبقى في بالانس في الأمور ما يبقاش فيه لا زيادة ولا نقصان يعني إزاي؟ عشان كذا الله ينور عليك قلنا ما نبغى نخليه يكون قوي، إحنا ما نتكلم عن تقويته المطلقة ولا عن تركه حتى يكون ضعيفا. نرجع نأكد على كلمة ضبط، هم بالإنجليزي أو المصطلح المتعارف عليه boosting immune system، يعني ضبط أو تعزيز دعم قوى الجهاز المناعي. احنا نبغى نضبط القوة، ما نبغى نخليها over response ولا نبغى تكون weak response، نبغى تكون balanced، تكون بشكل معين زي ما تفضلتي تماما. وهذه الله عز وجل مسخرها، فقط نهتم فيه، نوفر له اللي هو يحتاج من أطعمة ومن أمور هو يبغاها، مواد، بروتينات، أكلات محددة، وهو يأخذ ما يناسبه، بس لازم نوفر له المادة المناسبة لظروفه المثلى. بالظبط، ايه المناخ او الحاله او الطقس المفروض الواحد يكون عايش فيه؟ يعني بنشوف ان الناس كلها دلوقتي عارضه للمشاكل والامراض والعدوى والبكتيريا بسبب طبعا ظروف الحياه، بسبب البيئه اللي بيعيشوا فيها، بسبب يا سلام بسبب مثلا عدم وجود حياه مستقره او مثاليه لهذا الشخص بتخليه اكثر عرضه للامراض والمشاكل. فاحنا برضو عايزين ازاي ان احنا نقدر برغم الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها، برغم الحاله اللي احنا بنعيشها كلنا كمصريين او كعرب، بنواجه بعض الصعوبات علشان نقدر ان احنا فعلا غير دول اوروبيه في الجو، في الميه، في الاكل اللي احنا بناكله. فعايزين نعرف ازاي ان احنا نقدر بقى نتعامل مع كل هذه المعوقات في رفع جهاز او تعزيز، مش عايزين نتكلم نقول رفع تاني، عايزين تعزيز قوه دور الجهاز المناعي. نعم، أو ضبط الجهاز المناعي. ندخل في صلب حلقتنا هذه وهو أجمل، واللي راح كله كان جميل، لكن خلاصة أو زبدة الموضوع كيف نضبط الجهاز المناعي. ضبطه يكون كالتالي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الغذاء الصحي، والغذاء الصحي هنا يقصد به أول شيء يكون عضوي قدر الإمكان، إذا كان متاح الحمد لله، مو متاح نتجه قدر الإمكان عضوي. عضوي يعني ما أستخدم في زراعته مبيدات أو هرمونات أو معدل وراثيا، صعب، صادقة صعب، وأتفق معك تماما، في كثير من دول العالم صعب، لكن متاح في بعض الدول، في بعض السوبر ماركات والمحلات التجارية يكون متاح في ركن للمأكولات العضوية. حتى لو مش متاح نحافظ شوية على النظافة بقى الخاصة بيها قد ما نقدر، قد ما ساعات تلاقي قدامك صنفين من الأطعمة. العضوي يكون هو في ديبيت عالمي على الموضوع، ما زال موجود انه في خلاف اصلا، لكن اخوك من مدرسة مؤيدين المنتجات العضوية. فأول شيء غذاء صحي. غذاء صحي هنا هذه كلمة كبيرة، حنتكلم عن غذاء وأسلوب الحياة فقط، والأمور الثانية مرة كثيرة، لكن لعل نوجز في هذه الاثنين حتى ما نتشعب والأمر كبير جدا. الغذاء نقول منه الحبوب والبقوليات والأعشاب ومأكولات بحرية. من الحبوب نذكر بس مثالين على سبيل العجالة حتى ما نطيل عليكم. الحبوب عندنا الحمص، عندنا الشعير والقمح، الشوفان، وكمان حب السوداء، وهذه لها ربط شديد بالطب النبوي. مذكوره في القران كمان حب البركه، هي حب البركه والحب السوداء، هذه من ضمن الحبوب. البقوليات عندي الحمص والفول والفاصوليا. انا اتكلم عن انواع اطعمه وردت في مصادر علميه ومراجع تعبت عليها دراسات كثير حتى عرفت وين السر. السر الله عز وجل جعله في هذا. تجي لواحد مختص متناول الجميع، مش بنتكلم عن حاجات غير. الحمد لله، ايه فعلا صادق، الله ينور عليك، هي متوفره ومتاحه للجميع، لكن نعرف وين السر. الله عز وجل سخرها في هذه الاماكن، لانه هذه الاكلات لو نجي لها في الابحاث العلميه منشوره بها تلاقي محتواها الكيميائي يعزز دور وضبط الجهاز المناعي، يزيد الخلايا، يوفر لها بيئه مناسبه لنموها لتكاثرها، يوفر الماده الاساسيه لبنائها، الى اخره، تفاصيل جدا كبيره، خلايا تي وخلايا بي ما تكلمنا عليها، بحر متلاطم من العلوم، لكن هي كانت تصنف في المناعه المكتسبه اللي ما فصلنا فيها شويه. نرجع عشان ما نضيع. الغذاء وقلنا فيه امثله على الحبوب زي القمح والشعير وحبه البركه.
البقوليات نقول الحمص والفول والفاصوليا، الأعشاب على رأسها. أنا نعيد ونكرر أهمية أنه إحنا بنقول خلاصة ما ذكر في المراجع والمصادر العلمية المتعلقة في تعزيز المناعة. هذول هم الأعشاب المرمية، الأخوان الأردنيين أو في شمال المملكة العربية السعودية يقولوا اشرب مرمية ونام في البرية، كناية عن أنه يعني خلاص حتكون نعم نعم جسمك يكون قوي. إيه. فعندنا المرمية ومن الأعشاب إكليل الجبل والشاهي الأخضر، هذه ثلاثة أعشاب على يعني توب أو على رأس قائمة الأعشاب المنصوح بها لتعزيز دور الجهاز المناعي. باقي معانا مين كمان من ضمن المأكولات البحرية؟ ثمار البحر والمأكولات البحرية بشكل عام ينصح بها برضو مرتين مثلا في الأسبوع، مو لازم يكون يوميا. عند الفواكه الحمضية أو البرتقال إلى الليمون، الحاجات دي كلها دورها إيه برضو يا دكتور؟ الفواكه هامة جدا، البرتقال هو السر اللي فيه فيتامين سي. وجامعة هارفارد نشرت بحث جدا قيم فيه تعارض شديد إنه فيتامين سي لحاله، كلية الطب في جامعة هارفارد، وفيتامين سي لحاله ربما ما يؤثر للتأثير المناسب، لكن إذا خلط مع وجبات أكل ما هم عارفين إيش هو بالضبط اللي يعطي النتيجة المرجوة في الأخير. الكالسيوم مع فيتامين سي ولا مع إيدين؟ ما هم عارفين، بس لقوا فيتامين سي إذا كان مع وجبات. أي أحد واحدة تغدى غدا عادي في البيت مثلا وشرب أو فطر فطور عادي وشرب كاسة برتقال مثلا أو ليمون أو أي فيتامين سي غنية، جوافة، كيوي، يكون فيه مخرج نهائي رائع لصالح الجهاز المناعي. لكن لو تناول فيتامين سي لحاله ما بيؤدي نفس النتيجة، فهنا كان في ديبيت شديد على الموضوع، هو خلاف ما هو متعارف عند الناس. ففيتامين سي رائع جدا طبعا. من الفواكه نقول الكيوي والجوافة على الرأس. الخضروات نذكر مجموعة كويسة، السبانخ والزهرة أو القرنبيط تسموه وهي أكثر من اسم، البروكلي كذلك، والبنجر، البنجر والمانجا والجزر، هذه الألوان، والدبة اللي هي الليكتين، وهذه الدبة أصلا لها علاقة بالسيرة النبوية لأنه كان فيه اللهم صل وسلم أنس بن مالك في الحديث في الصحيح يروي أنه كان خياطا في المدينة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني عزمه زي ما نقول إحنا كذا بالعامي وسوى له أكلة، الأكلة هذا يخيل لي أقرب ما تكون تبدو لي أنها إيدام فيه دبة، وكان القرص خبز شعير والحديث صحيح. فيقول أنس بن مالك وهو راوي الحديث يقول فكنت أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع وكنت أقدمه بين يديه، فلم يزل يعجبني القرع، هو يقول الراوي يعجبني القرع منذ أن رأيته يعجبه صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم من الأطعمة أو من أطباقه صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها القرع أو اللي احنا نقولها اليوم الدبة. وفي إشارة في القرآن سيدنا يونس عليه السلام في بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. علشان كده احنا دايما بنقول ان كل حاجة طبيعية ربنا خلقها او مذكورة في القرآن محتاجين ان احنا فعلا نتناولها بشكل او باخر، يعني كل فترة والتانية حتى لو مش متوفر عندنا او لو ظروف ما تسمحش بس نتناولها على قدر المستطاع، حتى لو ما ثبت العلم، حتى لو ما العلم اليوم احنا كشف القرآن احنا لازم نخلي بالنا قوي من نقطة تسليم كامل، والزنجبيل نضيفه معاهم بالمناسبة، الثوم برضو ايه رأيك؟ الثوم جبار، كل بيت مصري وكل بيت عربي الثوم ما نقدرش نستغنى عنه، الثوم جبار والابحاث العلمية المحكمة عليه قوية جدا، لكن يجد مشكلة كبيرة مع غالبية الناس في الرائحة. وبالمناسبة الفصوص الثوم اللي تتباع في المحلات التجارية بعضها ثبت عدم جدواه اللي تتباع في المحلات هذه، وهذا كان بحثه علمي وموجود يعني. الثوم قوي جدا واستخدمته الشعوب فترات طويلة جدا من الزمن، مشكلته مع الرائحة والحديث الصحيح اللي وارد فيه، لكن ممكن إنسان يتناول الثوم بعد صلاة العشاء عشان الصلاة وممكن بعدها بعشر دقائق مثلا يمضغ نعناع أو أي ورقيات ترى تذهب رائحته، بس ما ينحرم منه، مو لازم كل يوم، مو لازم يوميا، مرتين في الأسبوع مثلا فص ثوم بعد العشاء كوقاية نتكلم، والعرب قالت درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالثوم، البنجر، البروكلي، الزهرة، القرنبيط، الدبة زي ما تفضلتي، السبانخ، حتى الشيتاكي فطر
فطر الشيتاكي، هذه كلها مقويات الجهاز المناعي. دكتور سلطان، حضرتك ذكرت لنا واحنا بنتكلم عن مقويات او الحاجات اللي بتعزز جهاز المناعه، حضرتك ذكرت من ضمن النقطتين دول في غذاء، وفي النقطه الثانيه هي اسلوب الحياه او السلوك الحياه بتاع الانسان. فعايزين نعرف النقطه دي لان ليها نقط كتير قوي وليها ابعاد كتير، فعايزين نعرفها لمشاهدينا. تمام. الغذاء تكلمنا عنه بشكل موجز. الجزء الآخر من ضمن أهم نقاط ضبط الجهاز المناعي أسلوب الحياة، سلوك الحياة اليومية. ولعلي أوجزها في التالي: رقم واحد الرياضة. كل ما كان إنسان رياضي كل ما تمتع بجهاز مناعي أكثر انضباطا. والرياضة هنا مو معناها المشي البسيط أو حاجة، مثلا انتشرت في صحوة جميلة في المملكة العربية السعودية موضوع الممشى، أنا ما أعرف إذا كان هنا موجود ولا في مصر. الممشى في كل حي تقريبا اجتهدت الله يجزاهم خير عندنا وزارة البلدية والشؤون القروية إنها توفر مكان يمشي فيها الناس. هذه الوزارة هي أصلا يعني معنية بهذا، واجتهدت في إنها توفر ما يناسب المواطن من رفاهية. فوزارة الشؤون القروية والبلدية لعلي أصح هذا وفرت هذا الممشى في بعض الأحياء السكنية، والممشى صاروا أهل الحي ينزلوا يمشوا فيه والأحياء المجاورة. المشي هنا بشكل بسيط وعدم الإجهاد النفسي في أو الإجهاد في التنفس ما نقدر نسميه رياضة، لأنه في كثير يقول لك أنا بنزل أمشي. الرجاء لا تعتبر نفسك أنك أنت بهذا المشي البسيط يعني في الحال ده دي مش رياضة، غالبا ما نعتد بها أنها رياضة. طب إيه رياضة الحركة تقصدها؟ نعرفها في كلمتين، نقول أنه الجهد البدني اللي ينتج عنه سرعة في التنفس، إجهاد اللي الجسم بينتج عنه عرق، يعني اللي هو بيحس فيه يا سلام، صار عرق أفضل أفضل. أصلا عرق ديتوكس، صحيح، أصلا بيتخلص من السموم عن طريق المسام، يخليها يعني بشكل مستمر المسام مفتوحة، فهذا يريح الإنسان بشكل كبير ويعني يرفع الجهد عن باقي الأعضاء في الجسم اللي مكلفة بإزالة السموم. إذن واحد الرياضة، والحديث عنها جدا طويل، نختصر في هذا. جامعة هارفارد كلية الطب لخصت أفضل 5 أنواع رياضة، منها المشي والسباحة، لأن السباحة هي الوحيدة الرياضة التي تتم في غياب الجاذبية، صحيح، العضلات كاملة فري تعمل بكل أريحية. والكلام يطول لكن نختم بهذا في الرياضة. ثاني شيء النوم، في كلمتين الأبحاث تشير إلى أن النوم مفروض يكون من 7 إلى 8 ساعات في الظلام، ما يكون فيه نور قدر الإمكان. الناس اللي دوامها يكون صبح ليل والليل صبح، بالضبط، ده تحاول تنام مشكلة في مكان مظلم قدر الإمكان. أكرر، من 7 إلى 8، وفي دراسات تقول من 8 إلى 9 ساعات. تمام. أكثر كذا مو كويس وأقل مو كويس. هذا الرياضة وهذا النوم. الصوم والحديث عنه جدا طويل وممتع وفي إشارة جميلة، والصوم مقوي مناعي أو ضابط المناعة بشكل خرافي يصعب الاختصار فيه، صحيح. لكن في كلمتين، في كلمة في يعني صوم وتصحى، يعني سبحان الله، هو يصير ظاهرة اسمها السلف إيتينج، وموضوع كبير جدا لكن هذا في كلمة إن شاء الله نتكلم عنه في حلقات يعني كتير. يشوف أكثر يكتب سلف إيتينج أو والأبحاث علمية من غير مسلمين، يعني في عيادات في ألمانيا وغيرها صاروا يطبقوا هذا موضوع الصيام هذا، صحيح. والله عز وجل في الأخير أتح لنا صيام سنة، صيام التطوع، صيام 2 وخميس، صيام يوم وإفطار يوم، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 6 من شوال، صيام شهر في السنة اللي هو رمضان. يعني احنا والله بجد الواحد يحمد ربنا فعلا على النعمة الجميلة دي، كأنه الله عز وجل سخر لك بشكل مستمر طول السنة معزز ضابط الجهاز المناعي مستمر معاك إذا أنت سويت السنن، صحيح، أو إذا الشخص أو الفرد التزم بهذه السنن حافظ على تقوية ضبط جهاز المناعي. كلمنا على الحالة النفسية برضو، لأن الناس كتير جدا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي بيعانوا من مشاكل، سواء كان مشاكل في الشغل، مشاكل في الحالة المادية، فتلاقي في ضغوطات نفسية رهيبة جدا على الشخص، فبيبقى مش عارف يخرج من المود اللي هو فيه ده ازاي. طبعا مش بمزاج كل واحد، بس هو غصب عنه الأمور بتيجي لغاية عنده زي ما بيقولوا. فعايزين نعرف الضغوط أو الحالة النفسية أو الستريس، الغضب، كل ده بيأثر على جهاز المناعة وبيأثر عليه بشكل بنسبة قد ايه تقريبا؟ أقوى سؤال جدا جميل، مثل باقي أسئلتك الله ينور عليك يا رب. من يسمع، أقوى مؤثر وجدته في المراجع العلمية ضد الجهاز المناعي هو الغضب. طالما تتكلم عن الحالة النفسية، الغضب أكتر بقى كمان، لو في ناس بتبقى مكتئبة زعلانة، الغضب والاكتئاب والحقد بالمناسبة، عدم السماح، عدم الصفح، الغل،
الأمور هذه اللي ضد ما سبحان الله ضد مبادئ الإسلام. كيف الإسلام دعا إلى السماحة وإلى الابتسامة وإلى الصفح والصبر والصبر الجميل. صحيح. يعني كلام يطول حقيقة، لكن في كلمة النوجس الغضب يكفينا نقول الحديث الصحيح أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فالرجل كررها فكرر صلى الله عليه وسلم لا تغضب ثلاثا. فكان يؤسس صلى الله عليه وسلم البعد عن الحالة النفسية المكتئبة أو السوداوية أو التي تغضب دائما على الصغير والكبير وعلى الغضب. الغضب الغضب الرجاء كما قال نكررها مرارا وتكرارا يعني لكل المشاهدين. ورد في الحديث الصحيح أختي الإنسان قادر على تدريب نفسه وتهذيب ذاته لو هو عايز يغير من نفسه، بدليل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، مو كده من الهوى، لا لازم أنت تدرب نفسك على الحلم. لذلك إذا سمحتي لي نختم هذا اللقاء الجميل، إنه الغضب يعتبر من مدمرات الجهاز المناعي. طيب إيش نسوي في هذا الاسترس والحياة اليومية الموجودة؟ نطلع للنزهة، هذا ختام، وندرب نفسنا فعلا زي ما حضرتك قلت، كل واحد يقدر يدرب نفسه على إن هو يقدر يتحكم كمان في تصرفاته وفي أفعاله. يا سلام. صحيح. ندرب نفسنا على هذا، ما نقول لا أنا كذا أنا عصبي ضافش، كلنا تحدث أمور يعني تثير الغضب. صحيح. لكن قدر الإمكان نحاول نضبط نفس في هذا، والخروج للنزهة وأماكن استجمام والسبا والشواطئ والمنتزهات مع الأهل والأصدقاء ومع من نحب أمر في غاية الأهمية في تعزيز الجهاز المناعي ورفع البهجة في داخل الإنسان. استمتعت. هذا ما يسر صلى الله عليه محمد وعلى صحبه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. استمتعت جدا بالحديث مع حضرتك، كان شيق جدا ومفيد، يعني أتمنى نكون قدرنا نقدم المعلومات بشكل شيق ومفيد وبسيط كده لكل مشاهدينا. كان معايا ضيفي الدكتور سلطان الشريف، أستاذ جامعي بجامعة طيبة المدينة المنورة، متخصص في علم العدوى والمناعة ومستشار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وأيضا خريج كلية الطب وعلوم الحياة من بريطانيا، وكان صاحب ومؤلف كتاب كيفية تقوية جهاز المناعة. بشكرك ضيف العزيز، شرفتنا ونورتنا يا فندم على أرض مصر. شكرا جزيلا. شرفنا الله. مشاهدينا في كل مكان بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ودمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.